قالت إيران إنها تقلصت من الماء الثقيل في مفاعل أراك نووي، وقامت بملء المفاعل بمادة الإسمنت كما هو متفق عليه بموجب الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع قوى العالمية الست في العام الماضي. أي خطوة مشابهة لتلك التي أقدمت عليها إيران من شأنها أن تساعد على تقليص وتحجيم قدرات إنتاج البلوتونيوم، وبالتالي تقترب نوع التنفيذ بنود الاتفاق النووي، مما يمهد الطريق أمام طهران لتخفيف العقوبات الاقتصادية التي أثقلت كاهلها. من جانبها، قالت منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني إن العقوبات النووية المفروضة على إيران من قبل الاتحاد الأوروبي يمكن أن ترفع قريبا. وأضافت موغريني للصحفيين في براغ أمس الاثنين إنه لم يتم تحديد موعد بعد، إلا أن تنفيذ الاتفاق يسير بشكل جيد. تنفيذ الاتفاق يسير بشكل جيد وهذا أمر مشجع. تحدثت عن ذلك هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قبل بضعة أيام، وأيضا مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مساء أمس. الأمور تمضي على ما يرام، فلذلك أتوقع اقتراب موعد تنفيذ الاتفاق، ولكنه ليس هناك موعد محدد حتى الآن.